عزيز المواطن الكحيان، كتير وانت قاعد مع نفسك وفي حالك تلاقي رسالة جات لك على الموبايل بتقول لك يا محمد احنا لقينا آثار يا محمد وتماثيل وياقوت ومرجان وبندور على علي بابا، يا محمد تعال بسرعة عشان تتصرف وتبيعها لنا. انت بقى كواحد مش محمد فانت كحيان يا محمد مبدئيا، وبيبدأ الشيطان بقى يلعب ويقول لك العب يلا وارقص يلا، تقوم زي لا مؤاخذة كده واخد نفسك ومتصل بالرقم، سلام عليكم انا جات لي رسالة من الرقم ده وحموت نفسي دلوقتي يا حبلغ عنكم انا معاكم. تلاقيه بيقول لك انت عشان ابن حلال الرسالة دي جاتك بالغلط والله واحنا اسفين، بس لو عندك مشتري هاته وكلها هتسترزق ولا يا برنس. هنا بقى انت كمحمد الكحيان يعني ما قدامكش حل تاني، هتسأل على التفاصيل واعمل ايه واروح منين واجي فين واركب ايه وديني عندكم، فيقول لك اركب اتوبيس 500 بشرطه او من غير شرطه وتعالى. المهم لو رحت عندهم بقى هتلاقي ان الراجل ده اصلا كحيان والله زيك بالظبط وانا معاكم، يعني كلنا مع بعض في الكحيانين ولا ايه. طيب المهم لو رحت عندهم هتلاقي ان هو ما عندوش اثار وما فيش حد في عيلته اسمه محمد ولا هو اصلا، ويمكن هو المحمد الوحيد اللي في العيله دي كلها وما فيش محمد من اساسه. يعني طب نعمل ايه؟ دي عمليه نصب بيعملوها جماعه لا مؤاخذه اللي هم بديل دول جماعه الحمير، وبيبعتوا رسائل عشوائيه وبينصبوا عليك وعلى غيرك عشان يكسبوا من وراك. ممكن تروح بقى تلاقي نفسك مربوط في جذع الشجره وتكتشف ان اسمك مش محمد، يعني لحظه الحقيقه هتلاقي ان انت نفسك ما اسمكش محمد والرساله دي ما كانتش جايه ليك، كانت معديه بس عشان انت ابن حلال رشقت في ام تليفونك. المهم طيب تعمل ايه؟ طيب وعشان طماع يا محمد، عارف يا محمد انت طماع يا محمد والله انا مش يعني ما كنتش عايز اقول لك بس انت طلعت طماع وانا اتخدعت فيك اه والله. المهم تعال اقول لك بقى الحل ايه. اول ما توصلك الرساله دي يا محمد وانت قاعد مع نفسك وفي حالك كمل كوبايه الشاي اللي في ايدك، انت حيان فاكيد مش هتشرب كابتشينو اللي هو برغوه ده اكيد لا يا محمد، فيعني كمل كوبايه الشاي ولو حد عزمك على كابتشينو خلصها وروح على طول يا محمد. يا محمد يعني بلاش تنجرف للموضوع ده، الموضوع ده نهايته وحشه يا محمد، هتلاقي نفسك مش هنا. محمد انت كحيان واحترم انك مواطن كحيان، فيعني مش عايزين ندخلك في تفاصيل مالكش دعوه بيها، خليك هنا انت كحيان وتفضل كحيان. مش بازلك ولا يعني بعايرك ولا بقول لك لا، انت دي الحقيقه، خليك كويس محترم مؤدب، بدلتك رفتتك لو عندك، ما عندكش ارجع تاني للجلابيه، حلو جدا قميص وبنطلون يقضوا الغرض، ارجع واقعد على القهوه انت ونفسك في حالك مش دعوه بحد، مؤدب اوعى اثار لا، عايز فلوس خد فلوس كله الا الاثار.